التفتيش الدوري هو خدمة تقدمها وزارة العمل، وذلك من خلال زيارة المنشأة لإعداد تقرير شامل ومدى التزامها بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، تقديم المشورة والمعلومات القانونية التي تساعد صاحب العمل على إدارة منشأته بشكل سليم، وتضمن عدم وقوعه في مخالفات قد تقلل من الإنتاجية لديه، وكذلك تحمله غرامات على منشأته مما يزيد من العبء المالي عليه. أما نوع خدمة التفتيش الدوري فهي ضبطية، ومحدودية الخدمة عامة. فئات المتعاملين المستهدفة من هذه الخدمة هم أصحاب العمل والعمال، في حين أن أوقات تقديم الخدمة توافق أوقات عمل المنشأة المراد تفتيشها. أما عن قنوات تقديم هذه الخدمة فهي مكاتب وأقسام إدارة التفتيش. إجراءات وخطوات تقديم الطلبات: استلام طلب زيارة تفتيشية داخلي خارجي، تحديد نوع الزيارة والتدقيق على بيانات المنشآت، تخصيص طلبات التفتيش على المنشآت للمفتشين، التأكد من بيانات المنشأة المراد تفتيشها والتواصل مع المنشأة عند الحاجة، زيارة المنشأة وإعداد التقرير إذا كانت المنشأة ملتزمة، وإعداد تقرير الملاحظات بالمخالفات إن وجدت، وتسليم نسخة من نموذج إقرار التعهد والمستندات المطلوبة لصاحب المنشأة، رفع التقرير لرئيس القسم للمراجعة والاعتماد، مراجعة التقرير والاعتماد، إدخال البيانات وحفظ التقرير، تصنيف المخالفات ورفعها للإدارة للاعتماد، إزالة الملاحظات الموجودة في نموذج التعهد، واستيفاء المستندات المطلوبة عند مراجعة صاحب المنشأة للوزارة وفقاً للمدة المحددة في التعهد، إعادة الزيارة حسب تصنيف المخالفة وعند الحاجة، والعودة للنقطة الرابعة. في حال عدم الالتزام بالتعهد تتخذ الإجراءات الجزائية والإدارية حسب نموذج الوقف وإحالة المخالفات، تصنيف المخالفات جزائياً أو إدارياً أو لجنة التحقيق بالغرامات الإدارية ورفعها للاعتماد حسب التسلسل الإداري، وقف المنشأة المخالفة بعد الاعتماد. لا توجد رسوم لخدمة التفتيش الدوري. يمكنكم التواصل معنا من خلال مركز الاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى التطبيقات الذكية لوزارة العمل.